السلام عليكم أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء من اليخت مباشرة في بحيرة سيفان. نرحب بكم وندعوكم لزيارة أرمينيا. اليوم قمت بقيادة هذا القارب شخصيا وصاحبنا السواحنا الكرام الذين كتبوا إلينا من سلطنة موانا. أعمل أن ألتقيكم في أرمينيا وبالذات في هذا القارب الجميل. اللون الغريب، اللون التركوازي لبحيرة سيفان طبعا. تشوفون شلون لون جميل اليوم. درجة الحرارة تقريبا 19 درجة.